السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب اليوم حنشرح لكم كيف أنت ممكن تعرف تفاصيل راتبك اللي نزلت هذا الشهر من غير الرجوع للموارد البشرية. طبعا احنا وضعنا هذه الميزة موجودة في الخدمة الذاتية. أول ما تدخل على صفحتك انزل أسفل الشاشة حتلقى حاجة اسمها مسير الرواتب. أنت عايز تعرف رواتبك شهر 2، المبلغ الإجمالي اللي نزل لك موجود قدامك. إذا حاب تعرف تفاصيل أكثر مجرد الكبس على زر طباعة حيدخلك على البيس ليب حقك المسير الرواتب، السند اللي انت استلمت فيه راتبك. هنا حتلقى الاستحقاقات اللي نزلت لك هذا الشهر ومجموعها اجمالي الاستحقاقات، وهنا الاستقطاعات وتفاصيلها ومجموعها. الصافي الراتب حنلقاه هنا، الراتب اللي نزلنا هذا الشهر. طبعا في بعضهم يقول لك انا ما عندي غياب او ما عندي تأخر. احنا عندنا نوعين اليوم من حضور الموظفين، اما يكون حضورك من خلال البصمة او يكون حضورك ميداني. انا اتكلم عن شهر 3 يا شباب، ها، لان بعد كذا حيكون كله من خلال السيستم. اللي حضوره ميداني طبعا احنا اخذنا تايم شيت من مدراءهم المباشرين، فاي خصم موجود عندك اليوم قبل الرجوع للموارد البشرية ناقش هذا الخصم مع مديرك. اذا قال لك مديرك انا ما رفعت لك خصم ولا يوجد عليه خصومات، راجع فيها بعد ذلك الموارد البشرية عند يوسف. لو قال لك مديرك لا انا وضعت لك خصم، اذا انت تتفاهم مع مديرك. لكن فيما يخص البصمة احنا ما رجعنا للمدراء، رجعنا للبصمة. البصمة هنا تقول انك متأخر، احنا خصمنا عليك تأخير. البصمة تقول انك غائب، خصمنا عليك غياب، حسب ما هو موجود. اذا حاب تعرف من فترة 1 مثلا 3 الى تاريخ اليوم، مجرد ما تحط التواريخ وتقول له بحث حيطلع لك بقائمة منسدلة حيقول لك هذا حضورك وانصرافك خلال شهر كامل. من هنا انت تقدر تراجع ايش المشكلة عندك، فين التأخير اللي كان عندك اللي على اساسه تم الخصم او الغياب. شكرا لكم لحسن استماعكم.